أسعد الله أوقاتكم أحبتي المشاهدين، حلقة جديدة من برنامج صباح أهنة. حلقتنا لهذا اليوم من مدينة بغدادية جميلة تمتاز بطابع بغدادي وتراثي وشعبوي في بعض مناطق الأعظمية الشعبية. متواجدين حاليا في منطقة الأعظمية ومتواجدين بالأدق في منطقة السفينة، هذه المنطقة اللي سميت بتسمية السفينة. نريد نعرف تفاصيل هذه التسمية وشنو تشتهر هذه المناطق وقريبة على شنو. كل هذه التفاصيل وأكثر بحلقة جولة من مدينة الأعظمية، ابقوا يانا حياكم الله. أهلا وسهلا بكم أحبتي من جديد، نبدأ مشوارنا وحوارنا في مدينة الأعظمية في منطقة السفينة، ونصبح على هنا وناسنا ونقعد في قهاويهم الشعبية. صباح الخير، السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته، الله يحفظك ويسلمك. الله الحمد لله. شلون الأعظمية؟ الأعظمية على مدار الزمن وتاريخها هي تزهو وجميلة وحلوة وحضن دافئ لكل العراقيين. الحمد كل لله. كل العشائر والطوائف وأهلها أهل خير ومحبة ويحبون الضيف ومعروفين ومشهورين بها. طبعاً عندك هاي ساحة الإمام الأعظم، صح، مشهورة من أول ما صارت إلى يومنا هذا. الأعظمية من مناطق بغداد القديمة، هي تعتبر تأسيسها يعني 150 هجري بعد وفاة الإمام الأعظم سميت بالأعظمية. أما قبل وفاة الإمام الأعظم كانت تسمى مصيف العباسيين، لأن كان العباسيين موجودين بها لجمالها وزرعها ومائها، لأن تقع على نهر دجلة. بالإضافة إلى هي ما كانت هاي بيوت وما بيوت، كانت أغلبها بساتين وأهلها يعيشون على الرعي، يعني حياة الريف، وأهلها كانوا بسطاء. بعد تطور الزمن وتدري جو العثمانيين وصار احتلال بريطانيا، فبدت الحياة تتطور، فبدت الناس اشتغلت بالغزل والنسيج، ومعمل صالح أفندي صار عندنا، اشتغلوا الأعظمية بيها أهلها، واللي كان يغزل يسوي مشهورين بالغزل العباءة والتجارة، كانوا يتاجرون هنا. هذه سميت السفينة نسبة إلى رسو السفن، كانت هنا تتيم المسناية، فيصير تبادل تجاري بين المحافظات، فهنا يصير التبادل بيناتهم، يعني بالأقمشة أو بالغزل أو ولهذا سميت السفينة؟ فلذلك سميت مقر بس السفينة؟ كانت ترسو السفن هنا، فسميت على أنه وين رايح للسفينة؟ للسفينة، فسميت السفينة. هي تأخذ من هالتسميات من هذا القبيل. مثلاً نصب الجسر القديم الخشبي سنة 125 هجري، من النصب من نطلع احنا أطفال مثل والدتي تقول لي تعال وين رايح؟ أقول لها يم الجسر القديم، رأس الجسر القديم، هذا يسموه رأس الجسر القديم، لأن الجسر القديم منها تصعد لا تروح على جسر الخشب. هذا انبنى سنة 1925، الرفع من الأعظمية ودوه للنعمانية سنة 1957-58 بعد إكمال جسر الأمة، واللي اشتغلوا به هم أهل الأعظمية، واللي بنوهم أهل الأعظمية، يعني أهل السفينة بالذات. فبعضهم بعض العوائل سميت بأسماء الجسر، مثلا بيت حميد الجسار، بيت وهيب الجسار، لأن هم اشتغلوا بالجسر فسموهم على اسم الجسر. فالأعظمية يكمن جمالها بأهلها، صح، أهلها ناس طيبين مسالمين، مو مسالمين، بس بنفس الوقت علماء ومثقفين، وخرجوا على أيديهم عمالقة السياسة والجيش والضباط، صح، والدليل على ذلك الرياضيين أيضا عندكم، والدليل على ذلك الأعظمية الأعظمية إذا تروح تبحث في سجل طلابها تلقي أعظمهم من القادة والسياسيين وضباط الجيش ومتفوع أو مقاعد متقدمة بالمجتمع. بالإضافة إلى ذلك العلماء، أول جامعة صارت بعد الاحتلال البريطاني اللي هي جامعة آل البيت، اللي هم يسموها المقبرة الملكية، هي مو مقبرة بالأصل، أصلها جامعة. نعم، اسمها جامعة آل البيت، تم تشييدها سنة 1922 بعد تأسيس الدولة العراقية،
وأصبح ملك فيصل الأول ملك على العراق. أسسوا هاي الجامعة كانت بساتين، وإذا تحبون عندي الصور ماكو جامعة، بس الجامعة دي يبنون بيها وكلها نقل، ولا بيت أكو عندي موجودة، أنا موثق ومؤرخ. بالإضافة لهذا حتى أعطيك معلومة غائبة عن هواي ناس، المقبرة الملكية أصلها مو مقبرة، المقبرة الملكية أصلها مقر رئيس جامعة آل البيت. هذا نظام عالمي كان إنجليزي بالذات. هذا النظام المقر الرئيس جامعة ما يقعد بالجامعة، يقعد خارج الجامعة، يصير مقر خاص به. نعم. بس شو صارت مقبرة؟ لغت الجامعة جامعة آل البيت بعد الثلاثين، ناس 35-36 لغت. فمنو توفى بوقتها؟ توفى فيصل الأول، اندفن بالحديقة. بعد توفى ملك غازي سنة 1939. وين دفنوا الملك غازي؟ دفنوا داخل رئيس مقر رئيس الجامعة. فبقوت العائلة المالكة، والعائلة المالكة كلها دفنت وزير الدفاع ورئيس المراسيم، بالإضافة إلى طفلة رباها ملك غازي محمد فونه، يعني مجموعة العائلة الملكة كلها دفنت. فالعالم وأهالي الأعظمية مثل يروح لهناك يقول له وين رأيه؟ للمقبرة، يم المقبرة الملكية. فسميت المقبرة، فهكذا التسميات، السفينة، الشيوخ، كلها لها الكسرة، انكسر الماي. وهذا اللي احكي لك على نهر دجلة، فشيء عظيم. انا اشكرك، الحديث وياك طويل. وتتجدد تريد ان احكي لك قصة ما تعرفنا بجنابك. انا شاب احواله معروف، يعني اسمي بالاعظميه. حياك الله استاذ شاب، شكرا جزيلا استاذ، ممنون جزيلا، شكرا. خلينا نتجول في منطقه السفينه ونكمل حوارنا ومشوارنا في هذه المنطقه. نريد نطب الى مقاهيها، هذه المقهى من مقاهي السفينه القديمه. يعني كل مقاهي بغداد تمتاز ب يعني نظامها واطارها الشعبي، الجلسات وبغداديات المنطقه. السلام عليكم استاذ، حياك الله، شلون الصحه؟ هلا وبيك. شلون الاعظميه؟ الله يسلمك. زين الاعظميه؟ خير ان شاء الله. شنو الاكثر المناطق الشعبيه في الاعظميه؟ مدارس. المناطق الشعبيه بالاعظميه شو اسمها؟ وين؟ هي السفينه. السفينه اكثر منطقه شعبيه؟ السفينه اكثر شيء. هذه التأسيس، هذه المنطقة تأسست بسنوات شنو؟ الثلاثينيات، بالعشرينيات، بيا سنة؟ والله أنا مو تاريخي، ما أعرف يعني بيا سنة، بس أنا يعني أنا افترضت يعني هاي السفينة، وهاي يعني أنا عمري 76 سنة. صحة وعافية. الله يعافيك. بس هي هاي المنطقة وأغلب أجدادنا وأبهاتنا أيام هاي المنطقة عايشين. هذا النظام الشعبوي اللي هنا، نظام يعني الحركة والناس اللي اجتماعيين، هذه بكل مناطق الأعظمية؟ بكل مناطق الأعظمية لو منطقة ومنطقة؟ لا، هي بالأخص منطقة الأعظمية يعني. هي منطقة الأعظمية عامة يعني، كل الأعظمية عامة يعني. انت قديم بهاي المنطقة بالسفينة؟ اي قديم. انا ايش تتذكر من تاريخ السفينة؟ ايش تتذكر من ايام الشباب بيها؟ هي يعني هي نفس من كنا شباب، وهذا كبرنا، من كنا على الشاطئ نطلع ونروح لبغداد ونجي هنا مناطقنا على الشاطئ. هاي المسنايه القديمه والجسر القديم. اي ونروح اكو منطقه جزره كانت لي غاد من عندنا. سباحين يعني اعتياديه، هي نفس المنطقه ما فيها تطور. هي هاي سباحين اهل العربيه؟ سباحين مصارعين، اكثر شيء هم السباحين والمصارعين بالعربيه. يعني المنطقه رياضيه باغلبها. اي باغلبها، اغلبها منطقه رياضيه هواي، وحتى الرياضيين يعني كره القدم هم عندنا، هم من العربيه. جيد. مثل عصمه السيد ومحمد محمد مجيد، ويعني اكو من مويد البدري. صح. من الاعظم بيتهم على الشاط، المرحوم مويد البدري. المرحوم مويد البدري هنا بيتهم بالسفينه؟ بيتهم من هنا قد وراك هنا على الشاط، بيتهم بيت ابوه قديم هذا. زين. بيت ابوه يعني. السؤال، وقت العائله المالكه كانوا يزورون الملك الاعظميه، يجي الاعظميه؟ والله أنا يعني ما أتذكر، لأنه أنا يعني مو ذاك الوقت، أنا كان عمري 5 سنين من الوقت.
توفى الملك الثاني. الملك الثاني. أي أنا عمري 5 سنين يعني. زين. شنو تشتهر العظمية؟ ها؟ شنو تشتهر العظمية؟ مثل إيش؟ تشتغل بأعمال بأكلات بمهن. مهن من عندهم هنا أكثر شيء كانوا يشتغلون بمعمل صالح أفندي بالمال مال البطانيات ولا معمل صالح أفندي سامع بي. ويشتغلون مال السماشة أكثر هنا سماشة هواية أي هواية قسم ناس مسطاة يعني هذا مخضر على رأس الطبق والشغلات يعني هاي يعني ما عندهم فد بالتالي صاروا ولدهم درسوا ولدهم صاروا ولدهم يعني بالمدارس وصاروا دكاترة وصاروا يعني موافقين لهم عندهم ولد هنا شوفوا أبوه شان يبيع على رأس الطبق ابنه دكتورة ما شاء الله اي نعم هوايه هوايه يعني عوائل وصلت ابنائهم عوائل وصلت ابنائهم وهم مع العلم يعني عوائل بسيطه صح بيوتهم كلها من هذا مال خشب وطين وهذا الشكل وصلوا اولادهم وهذا صح حياك الله استاذ شكرا جزيلا شكرا الله يسلمك بارك الله الله يسلمك بارك الله شكرا جزيلا اشكرك اشكرك يلعبون دوم لجماعتك اليوم؟ لا يلعبون شلونك استاذ؟ شلون الصحة؟ الله يخليك من العظمية سكن؟ نعم شلون العظمية؟ والله زين زين شي يحتاج لها؟ يحتاج لها شي معين حتى تتطور حتى تكون أجمل؟ هي ماكو أنا يعني ماكو كل اهتمام بالعظمية ماكو اهتمام يعني صار نسجد القعدة سجدك بس يقول لك هذا نفس المحل يعني هي كل شي ماكو كل تطور ماكو خدمات ماكو خدمات ماكو؟ وين؟ شكو خدمات دور البلدية شنو بيه؟ ماكو وين شنو شايع بلدي وين وين سواه أمك؟ أكو شي سواه أمك؟ ليش ما مسوين واجباتهم؟ وينه وينه؟ مثل شنو أكو تقصير يعني مثل شنو؟ يعني المنتزهات بالعظمية بابية منتزهات؟ ماكو وين بيه؟ يعني وسائل راحة ماكو الطفل وين يروح؟ مناطق خضراء بالعظمية ماكو؟ وين أكو وياك؟ زين صار ليش العظميه متمين اي انا بالنسبه لنا هالمنطقه بالنسبه للسفينه بعيده عليها اها جات هناك هاي هاي سووها المستل مقبره جات هاي حديقه مثلا كانت حديقه النعمان بها العالم الفرديه قريبه لي استطلع الكورنيش حديقه النعمان مو موجوده؟ اي هسه كلها بفلوس ولا صارت استثمروها بفلوس اي ولا استثمروها فبالتالي ماكو مكان عام للمواطن. اي يعني ماكو كل شيء. كانت النعمان والتصاب فيها قاعة ما مدينة الأعراس وحجزوها كليتها. يعني ماكو بعد هاي هاي سابقا شنو كانت؟ كانت حديقة هي وكانت عامة حديقة بس خلوها سووا بها قاعة سووا ما مدينة الأعراس مال الأعراس وحجزوها كليتها هم مو ماكو. يعني اعطوها استثمار. ماكو اي سووها يعني هي قاعة مال الأعراس. وبعدين بيو سيجوها وما حدا يطبيها هذا مو قدا على النهر مالنا روح شوفه المستثمر روح شوفه روح شوفه اذا كذا زين انتم مقابلكم اكو كورنيش الكاظميه اكو اهتمام بيه اكو ضفاف هسه هذا تعبر الجسر مال الكاظميه سالمه قبل ما تعبر جاي الحديقه مال 14 تموز روح شوفه ليش ماكو اهتمام بكورنيش العظميه؟ روح قول لهم مسؤولين يلا احنا نشكرك ونشكرك استاذ نشكر جزيل شكرا لا هي يعني شو تسوي هاي يا اسد قاعده جدا تقول لك هو نفس هاي نفس البيوت نفس المحلات نفس هذاك يوم ما تغير شكله في التطور يعني العظميه هسه كانت شالت هذا ما سووا منتزهات اثنين صارت مقبره مع الشهداء تنسيت مقبرة ما شهداء ماكو يعني اللي هي كانت قبل متنزهة مقبرة؟ كانت متنزهة سووها هي عشان منطقة مال العظمية وقصوها سووا مشات بيوت قصوها سووها منتزهة تالي صارت هاي مال الطائفية والأحداث الطائفية والأحداث سووها مقبرة تنسيت تنسيت لي عينها حتى كان معجب ماكو يعني اكو مجال مشي هم صار جرايم ربي يحفظكم مديرتكم ان شاء الله ان شاء الله قناة الفلوجة الفلوجة وسلمتنا على استاذ نور الحمداني الشريف شكرا جزيلا لكم شكرا لاهل العظمية جزيلا شكرا خلي نستمر بتجوالنا في مدينة العظمية ومنطقة السفينة تحديدا اللي قلنا السفينة هذا الطابع البغدادي المعظماوي القديم مناطق بغداد القديمة اللي فيها هذه اللمسة البغدادية وحتى عادات أهلنا قبل ما زالت موجودة في منطقة العظمية السلام عليكم أستاذ شلون الصحة؟ هلا أخوي العزيز شلون العظمية؟ والله الحمد لله لها
خيرها لها لها، بس الوضعية مالتنا احنا دشو كهرباء. شنو اللي مرض عالية؟ كهرباء وينها؟ مي وينها؟ هو الشط مالنا احنا ولا السياسيين؟ السياسيين دي يتعاركون هناك وعايفين الشعب. هذا باوعهم هيش، بس باوع احنا اخدم عائلة هنا ويسوحونا بيت السماج. بيت السماج؟ يسوحونا بيت السماج الشرف يزيلك شرف. هدا تشوفهم هسه كلهم من ضيمهم قاعدين هنا بالقهوة. قال يحشمون نفسهم ليش؟ حتى ما يظنون التفكير مالهم. يا سياسي قال هيك، يا سياسي قال هيك، يا سياسي. هم مبتلين هناك والبوب مالهم عاميهم والشعب مالهم يتنجوه. هم يتنجوه يعني حتى ما أنا كرهنا. زين؟ هسه وديك للشرف أنا شفت حقي توديك. زين. منا أشيت سابقا. منا أشيت ماكو. والله العظيم المي هنا نوبات نحسب حساب. ها المي خاف يصعد علينا ما شاء الله. اي لهذا الشارع، هذا الشارع هسه لا. زين هذا اخويا الكبير. زين والشيخ العشيره مالتنا حلو نشرف يحكي لك عن كل هاللي تمام ويزيدني شرف وما اقدر احكي لنا اخويا الكبير. حياك الله. بنفس الوقت هو شيخ العشيره مالتنا. ممنون شيخ نشرف. السلام عليكم. يا اهلا بكم. حياك الله شيخ. شلون بدايتكم؟ سلمك. واهلا وسهلا بكم قناة دجلة فلوجة. المعروفة فلوجة. الفلوجة. الفلوجة. زين اشطبوا. حياك الله. ماكو غلط. انا عرفت شرف بجنابك اولا. انا الشيخ عبد الرزاق عيسى المشهداني شيخ البكرين بالعظمية والنعم. رئيس لجنة شؤون العشائر تجمع العظمية الثقافي والخدمي. حياك. يعني عندنا اطلاع على امور العظميه جيد. يعني الجوانب الاداريه اللي العظميه انت مطلع عليها. الجوانب الاداريه بالعظميه ما حقول لك كل العظميه، لا اكو بها مناطق صارت بها بعض الاعمار، صار بها بعض يعني اللمسه الاعماريه بالنسبه للقائم مقام او الامانه، لكن كثير من المناطق الآن تعاني الويلات. منها هاي مثل منطقة الحارة، هاي منطقة السفينة، هاي المناطق القريبة من مستشفى النعمان، هذه كلها تعاني من قلة الخدمات، تعاني من قلة الإعمار. يعني تشوف الفروع بيها المجاري طايفة. بس إذا أخذكم وأراويكم تشوفون هاي محلة الحارة. نعم. فيها كثير من النازحين قبل فترة، يعني نتيجة هذا الإهمال صارت فيها حرائق. ولو ما وقفت الشباب الطيبة الموجودة هنا كان تصير كارثة. الشباب وقفت وقدرت تطفي هذا الحريق وأول ستر والحمد لله والشكر. المنطقة تعاني فقر، تعاني قلة إعمار، تعاني قلة خدمات. يا ريت يا ريت يا ريت أقولها أنه القائم مقام دكتور عصام إنسان رائع. تحياتنا لدكتور عصام. إنسان رائع. لو يطلع طلعات سوي جولات، جولات ميدانية على هذه المناطق. أنا التقيت بعض البرلمانيين. شنو اللي يمنع ما يطلع الدكتور؟ نعم. شنو المانع ما يطلع؟ يمكن اشغال، يمكن ارتباطات، انا ما اقدر احكم عليه. ما يمنع انه يطب للميدان، الميدان افضل. والله هاي تبقى هو شلون يقدرها. تمام. مدير الامانه. مين بغداد مدير بلديه يفتر؟ لا. والله ما شفنا. ما شفته؟ لا. يفترون جماعته هنا ياخذون مال هاي الجباية، ياخذون ما ضربت القطع، هاي الأمانة. بس نريد من أبو الأمانة أن يطلع ويشوف هاي المعاناة، يفتر مو يفتر على الشارع الرئيسي، لا يدخل إلى المناطق التعبانة، مناطق الفروع، مناطق اللي يسكنوها عوائل فقيرة. صح. هذا اللي نريده، نريد وقفة الدولة. يعني أنا التقيت برلمانيين ومشكورين كانوا، بس من ضمنهم كان بدون اسم، بدون ذكر اسم، ما اجيب اسمه. وعدنا ويطلع ميدانيا لكن طلع حسن من البرلمان. امورهم ظروفهم السياسيه او الحزبيه او الكتلويه هاي مساله هم يقدروها. فهذا اللي نقوله، يعني نريد طلعات ميدانيه يطلعون هم يشوفون على الواقع
ما تعاني المنطقة، ما تعاني مدينة العظمية. أنا شفت يعني حتى مناطق إبراهيم خاتون بالفروع تعبانة، صح الفروع تعبانة، طشات ونقر ومجاري، يعني الريد طلعت ميدانية حتى يعني يحتاج تأهيل شوارع العظمية، محتاج طبعاً تأهيل طبعاً. تبليط ما عندكم مشكلة بيه لو عندكم مشكلة صار التبليط هذا تبليط الصار تبليط مو ذاك التبليط يعني مثل ما نقول بالمواصفات المطلوبة، لا تبليط ترقيع يعني مثل ما نقول سووا بعض المناطقات هذا الفرع نصه سووا ونصه عافوا، يعني هذا اللي نقوله، نقول الريض طلعات من المسؤولين. نسبة رضاك عن دوائر المؤسسات البلدية أو المقامية أو ما أقول لك ثاني صفر ولا حقول لك 100، لا 30% 70% عدم رضا. عدم رضا مو بس أنا للأسف، كل المنطقة وكل المناطق مال العظامية تعاني منها. نشكرك جزيل الشكر شيخ، حياك الله. الله يشرف فيك ويا أهلا وسهلا وشرف برنامج صباح أن بيكم. نسبة 30% رضا و 70% عدم رضا عن مؤسسات الدولة من بلدية وكهرباء ومقامية وغيرها من الدوائر الخدمية، 70% عدم رضا نسبة كبيرة جدا. يراد اليوم مثل ما تحدث جناب الشيخ أنه يراد أن يكون الرجل الدولة ميداني، تمام؟ فالميداني مهم تطلع، يعني أنا واقف هنا داباوع هاي كمية النفايات والقاذورات اللي بالشارع، بالتالي أنا في شارع رئيسي اسمها منطقة العظمية السفينة تحديدا، إذا هذا الشارع الرئيسي مالتهم هي فكيف بالشوارع الفرعية؟ نقص حاويات أكو موجودة، دا أشوف نقص حاويات في شوارع بغداد وشوارع العظمية تحديدا. هذا المواطن دي يقوله، فعليه رسالة للأستاذ زاهد المحترم، تحياتنا إليك. الناس تطالب بزيادة حاويات، الناس تطالب بنظافة عالية، عدا مشكلة كبيرة جدا تواجهها العظمية هي التبليط، شوارع مدمرة في منطقة العظمية على لسانهم. ومن منطقة العظمية السفينة نخرج بفاصل سريع ونرجع لكم طيانة. اهلا وسهلا بكم احبتي من جديد. بعد ان تحدثنا عن الجوانب التاريخية والاجتماعية في مدينة العظمية وتحديدا في منطقة السفينة، هنكمل مشوارنا وحلقتنا لهذا اليوم أيضا من داخل منطقة السفينة، لكن في شوارع أخرى بهذا الحي البغدادي القديم اللي هو يعتبر من أحياء بغداد القديمة واللي لها تاريخ كبير جدا ولدائما ما يذكر في الكتب البغدادية. نكمل حوارنا ويا أهلنا وناسنا، والسلام عليكم أستاذ. عليكم السلام، حياك الله. شلون الصحة؟ الحمد لله. شلون العظمية؟ خير. أنا عبد الصمد العظمي، نشرف هنا. أنا يعني المنطقة يعرفوني وأنا شاب ناشط هنا. أنا زين طبعاً الصراحة كخدمات المنطقة نقدر نقول زينة، لكن فيسبوكية. ليه شون هاي؟ يعني اللي من ينشر وبالتهديد وبالعركات، أنا كم يعني عركة سويت يلا يسوي لي فتشغلة، يعني بدون نشر وبدون ما ترسل رسالة وناشد ما حد ينفه لك. هسه صارت حكومة فيسبوكية، حكومة طشة، أنا قايلها سابقاً، إلا بالتهديد نحكي وننشر ونفضح ونذكر أسماء ونصور يلا يلبينا. بس الحمد لله دم مشيها هيك، هم ماشي وياهم هيك. أي ماشي وياهم إلا هيك إلا ناشد. زين يعني إذا ما نشرت وإذا ما طالبت ما راح يتحقق شيء. هسا أنا قلتها سابقا، قلت لهم أخواني هذا تليفونك هو سلاحك، صور أي شيء سلبي صوره على مود يتحقق لك هذا الشيء اللي تريده. أما إذا ما تنشر ما حد راح يجيك ولا حد راح يسمعك ولا حد يحترمك، وخصوصا إذا ما عندك مشاهدين ما يتابعوك. يعني الصراحة أبويا قبل 3 أيام راح مستشفى النعمان ليسوي عملية، مرتين أجلوا وهو دفع فلوس خاص، وهذا مستشفى النعمان ومع العلم في مدير جديد، وهذا إلا من نشرت وجابت مشاهدات وجابت هذا قاموا يراسلوني وش يقولوا لي خدمتك، إحنا ومدير المستشفى بنفسه دكتور ليث الشيخ لي ينتظر والدك وهذا. أبويا قال ليش أنا حالي محل العالم؟ العالم إذا ما يسوي الهيج أنا ما أروح بواسطة وروح بمشاهدات وهيك ما اروح. فهذا اللي يعني اللي والدك يقصد انه خدمه عامه هي الأفضل. اذا مو خدمه عامه ليش الا خاصه؟ صح. ليش الا بالهذا؟ اليوم انت عندك مشاهدات، عندك بيج، عندك حساب، بس غيرك ما عنده. بالضبط هاي المشكله. فابويا ما طول هيك قال اذا مو حالي حال ما اروح، راح اهليه. يوم السبت موعد مالته. زين احنا ليش وصلت المرحله انه الحكومه تصير فيسبوكيه حسب قولك يعني؟ والله هي فساد والجهل اللي دايعمه.
هذا الشيء يعني كل مره نسمع تسريبات وهذا من قاموا تسريبات قاموا يمشون عدل، من تطلع مظاهره يمشي عدل، تطلع مظاهره يطوق تعيين، تستشهد يطوق قطعه ارض. والخدمات قلت لك خدمات الا بالهذا لو بوقت الانتخابات الصراحه يعني يجون ما يقصرون بوقت الانتخابات. تمام. اضافه الى هذا عندنا مشكله جدا نعاني منها يعني انا اعرفها بس ما يعرفوها، مياه الصرف الصحي تروح على نهر دجله. قبل كم يوم رحت اصبح حالي حال العالم ابدت ونس صبحت طلعت الصراحه بيها ريحه مجاري وهذا مي احنا نشرب منه يعني فمجاري صحيه ما نقول لك مباشره. من وضعت هاي المجاري الصحيه المباشره؟ بلديه العظميه هاي خاليه يعني مباشر خاليه رابطين من لا المجاري. لا هم ما كانت هيك بس نتيجه هاي الـ لا مو بس الضخم، نتيجة هاي الكلاوات مالتهم مال المقاولات فيقوم يربط مي الصف الصحي على الأمطار مباشر ويخليه قبل هيجي واللي يعاني منه يعانون العالم. زين هذا تسمم للإنسان والثروة الحيوانية للسبب؟ طبعا وهاي الفيروسات والأمراض اللي تجينا والكوليرا وغيرها كل مرة اللي تجينا كل مرة فيروس شكل من هي هاي من هاي للأسف زبالة هناك موجودة إلا همين ناشدنا ذاك اليوم هناك على مود حاويات قلنا لهم يابا بس حاويات إلا حاويات يلا جابوا الحياة. أنا أشكرك جزيل الشكر وحياك الله. أهلا وسهلا على رأس أمنون. أمنون السلام عليكم. سلامة الله وبركاته. أهلا وسهلا. العظمية منطقة السفينة منطقة بغدادية قديمة مو؟ قديمة شعبية عندكم بال شعبية العظمية. شعبية. أنا أحمد سمير أحد شباب منطقة العظمية وتحديدا السفينة. أنا يعني أحب أحكي يعني دائما الصراحة بأي مكان أطلع بأي مكان أروح له بأي مجلس أقعد بيه أحكي الصراحة ما بعد أجامل المنطقة أوضاعها يعني مو زينة. خدمات مو زينة ومدى أجامل هذا الشيء مدى جيباني من عندي حكومة إعلامية تدور سمعة يعني شلون يعني تنزل عليها منشور يلا تروح تشتغل لك سوي وقفة احتجاجية أو سوي مثلا مظاهرات مثلا كهرباء عندك مثلا بفلان منطقة كويس عاطل عندك شلون يجون البلدية صلحوا العفو أهل الكهرباء يجون يصلحوا شلون إلا تنزل عليهم منشور وتناشد مرة مرتين ثلاثة يلا يجون يصلحوه هاي واحدة. اثنين عندك مستشفى النعمان الخدمات بيها مو زينة وجانا مدير مستشفى جديد خدمات مو زينة الدكاترة يعني أكثرتهم رافعين خشمهم على المريض أبرا يقول لي بس أبرا خليجي واحد يشوفه يقول له انتظر وينتظر ساعة نص ساعة يلا يجي أبسط شيء دانطيك أبسط شيء بالمستشفى فيعني إحنا إلى متى ظل نجامل ما المجاملة ما تفيد منطقة قديمة منطقة عريقة منطقة معروفة على عين وراسي تمشي مسافة بين كل 200 أكو مكب نفايات داخلية مكب نفايات داخلية فأنت شو تريد شو عندك شغل عندك بالبلدية عندك بالصحة عندك بالكهرباء عندك بالمجاري أي شيء عندك إلا تناشد يا أما تنزل يعني عندك بيج أمورك تمشي بالمنطقة عندك بيج مثلاً صار عندك مجاري بالمنطقة تنزل على البيج يعني هاي يحتاج هاي العظمية كلهم يعني إحنا حكومة إعلامية يعني إحنا بعد ما نطلع بالشارع شو نسوي 24 ساعة بالإعلام لازم على الفيس وهاي يابا احنا محتاجين فلان مناشدة فلان خدمة سويانا عندنا كويس انضرب عندنا مجاري طافت عندنا مكب نفايات صار براس الركن هيك صرنا ليش لان حكومة اعلامية امشي يعني خل الخدمات ماكو بس اعلامية لا تندق بيها بالسمعة لا تندق هم يخافون من السمعة لا تحكي عليه المسؤول مدير عام اي شيء كان استلم منصب جديد لا تحكي عليه بالفيس يدور بس اعلام يدور بس سمعة لا تحكي عليه عادي زين من 100% من نسبة 100% من 100 ايش قد راضي على الخدمات من 100 ايش قد راضي على الخدمات اذا هي مو هيك ما تنحسب شلون راح اقول لك صفر تقول لي شلون بدي اقول لك اكو شيء مقابل شيء الا ننزل مناشده لا عوفلي تنزل مو انزل مناشده يلا يجون بشكل عام هسه المتوفر عندكم المتوفر اذا نحكي عليه يعني بدون ما ناشد هم من كيفهم يؤدون واجبهم يعني اقيمهم من 100 اقيمهم 10 10 بس 10 90 ما يشتغلون؟ 10 للأسف الشديد. شباب احنا نعرف المقاولات شلون تصير شباب نعرفها. العظمية نسبة العاطلين بها كبيرة لو كلش كبيرة يشتغلون زينة كلش كبيرة نسبة عطل كلش كبيرة وشلون ممشين أمورهم يوم يشتغل خمس أيام ما يشتغل هيك ممشي أمور هاي يا دوب هاي اللي اشتغلها مال يوم يضمه زين سؤال سولف لي على الرياضيين عندكم رياضتين بالعظمية معروفة ومشتهرين بها يا هي العظمية يعني شلون نقول راس الهرم للمصارعه والسباحه مصارعه وسباحه راس الهرم مصارعه وسباحه المنتخب الوطني مال المصارعه يطلع من العظميه
المنتخب الوطني مال السباحة يطلع من العظمية، وهذا بفضل الله. العظمية ولادة بأبطال ولادة، يعني هي المنتخب الوطني مال المصارعة ومال السباحة يتغذون من العظمية. جيد ما شاء الله، نطلع لهم من العظمية، كل من العظمية أبطال. هاي يعني قديما أبن عن جد، احنا قديما الرياضة المعروفين بها اللي هي المصارعة والسباحة. يجي أول ما يكبر يعلموه على شغلتين، يعلموه على السباحة ويعلموه على المصارعة. وأبطال المنتخب الوطني يعني اذا تعدد المنتخب الوطني مال مصارعة يطلعوا لك اثنين غربة الباقي كلهم من العظمية. زين ليش ما اخذ على منطقة السفينة انه مشكلة شيء مو مثل باقي المناطق؟ منطقة شعبية. ليش مشكلة شيء؟ تعال شنو شغلك انت؟ انا ترى ما رخصتك يا احمد، بس خلينا نسولف. شلون شغلك؟ والله الحمد لله نعمة. زين عايشين خير من الله. سكن السفينة لو لا؟ اي سكن السفينة. تعالي لي جاي. وين تشتغل؟ بالعظمية لو خارج العظمية؟ لا اشتغل باب الشرجي. باب الشرجي. سؤال يخلوك تفطر عادي لو امين اكو مضايقات؟ لا من ولد يجي مظاهرات شدوا وياني. ما خلونا نفطر قبل الطيران، بس هسه لا زين نعم. فيهم يسالوني انا بيهم لا ما يسالوني انا. يا ساعة تطلع اطلع من 7 الصبح ل 4 العصر 3. انتم بالستة الحظر صار عليكم؟ اي مع رسمي. هسه اذا لزموا الدراجه هاي مالتك ستوته تعتبر حال لا بس الدراجات البقيه هسه احنا زين يعني ما يحاسبونه بس يا ابو الدراجه وابو التوك توك. ها يعني انتم زين مستاهلين وياكم؟ اي زين الحمد لله. اصل عظميه؟ اي اصل. لا انا ام عيميه اصل. ها والدتك؟ والدتي. الشغل شلون بالشارع متعب؟ طبعا متعب بصوره عامه الشغل كله يعني. يعني شورج كنا قبل خير من الله، هسه الساعه 12 الظهر شورج يصير شوله. متزوج ولا لا؟ متزوج صار 5 سنوات. ما شاء الله. عندك جهل؟ لا يا رب يرزقك بالحسن ان شاء الله. الله يهديك. شلون الزواج؟ والله الحمد لله. حلو؟ يعني شو يعني مراضي؟ اي طبعا مرة تغيد فلوس. صح العيشة صعبة. شو تسوي الحمد لله شكرا. يلا الله يوفقك ان شاء الله. ثاني شيء الله يهديك. يلا حياك الله. شكرا لك حبيبي. كنا نسولف على الرياضة والسباحين. قلت لي انه خلاص يتغذون من الأعظمية. يعني كل جيل بعد جيل يجدد والأوسمة اللي يجيبوها للعراق يجيبوها أهل العظمين يجيبوها. ذاك اليوم عندنا الوالد مصارع مصطفى معروف، وعندنا الوالد مصطفى عبد الباسط، وعندنا مصطفى صلاح. يعني اثنيناتهم جابوا لنا آسيا. يعني احنا جابوا لنا آسيا، يعني الميداليات تتغذى كلها تتغذى من العظمية، هم اللي يجيبون. ما شاء الله عندنا أبطال سباحين ومصارعين الحمد لله. شكرا. أنا أشكرك جزيل الشكر أحمد، ورب يحفظ عظميتكم ان شاء الله. رب يحفظ الجميع. هاي الزميل المصور خلينا نصور هذا الشناشيل. هذه الصوره الجميله البغداديه اللي قدامكم. طبعا هي لوحه فنيه جميله جدا، لها فد اثر كبير جدا في نفوس البغداديين. زميل المصور تعالي بس من هنا، بس تعالي من هنا، اصور هاي الفرق بين هذه وهذه. شوف الفرق بين الحداثه المودرن وما بين التراث البغدادي. يعني هو احنا بالصدفه طبعا وقفنا بنص عمارتين بغداديه وعمار حديثه على الديزاين الحديث. لكن هاي المشكله انه هنا هذه العماره مباني هذه السكنيه ميراد لها شيء بسيط للاعمار الحقيقي، تمام، حتى تعاد جماليه هذه المنطقه. يعني هسه هذا البيت مثلا قائم على حيله، ذاك اللي وراه همين بيت اخر. المشكله انه في مناطق بغداد والعظميه القديمه هذا اللي نشوفه سالب نص بيوت شناشيل قديمه، نشوفها تتفلش وتصير منازل حديثه او مباني سكنيه حديثه. بالتالي هو المشكله هاي القانون يرفضها طبعا، اكو منع على هاي القضيه. خلينا ندخل نشوف هاي القهوه البسيطه، شوفوا البساطه اللي موجوده. كرويتات البغداديه القديمه. السلام عليكم. شلون الصحه؟ شلونك استاذ؟ والله الحمد لله. حياك الله. الله محييكم. شلون العظميه؟ والله الحمد لله زينه. زين العظميه؟ بفضل الله. اهلها شلون؟ والله طيبين وصلاة ذات طابع اصيل 100%. الحمد لله وشكر. اليوم لله. العظميه شنو اللي باقي من تاريخ من تراث والله باقي السابق. اي نعم باقي فيها الطيبه والاخلاق والترحاب بالغريب وكرم نقول الضيافة. تقريبا هي لها طابع تاريخي فالأسرة بين الأصالة والحداثة. زين شو تتذكر من أيام بغداد يعني العظمية القديمة، المناطق اللي تتذكرها جنابك؟ والله هي السفينة والحارة والشيوخ
وهي يعني اصل العظميه. النصة نعم جزء من الشيوخ. هذه المناطق اللي دائما ذكرت بالكتب البغدادية. نعم. اكو كتاب عندكم بالعظمية مهم، يعني او تعتبروه مهم جنابكم. العظمية. اي نعم، هذا الف الحاج هاشم الدبار. نعم. وعبر عن العوائل اللي شغلتها من زمن، لكن فاتته هواية اشياء، فراد له تعديلات هواية. واكو يعني كتاب متخصصين نقدوا بعض الشيء. نقدوا. نعم. قالوا هم الجزء معين على. نعم، والكاتب يحب يكتب ويكره ويكتب، فيصير تهميش لعوائل لسبب ولآخر. بس هو أثار أمانة تاريخية، يعني أنت لازم تكتب بكل أمانة. بس هو أثار ضجة بالعظمية صار. إيه نعم، هو كانت أول بادرة، يعني أول بادرة، يعني كانت ما مطروقة على الساحة. صح. كنا نسولف على الجانب الرياضي يعني مهمل بالعظمية لو اكو اهتمام. لا والله هم لحد الان ابطال بالمصارعة والسباحة، هاي تقريبا الالعاب اللي هم متميزين بيها، رقم واحد بالعراق. صح. واجيال تسلم لاجيال بين السباحة والمصارعة. هذه القهوة قدامة تقعدون بيها؟ نعم قديم. دا اشوف جوها بغداد يعني قديم. اي نعم قديمة. حلو. اي نعم. بعد اصدقاء القدامى عندك موجودين؟ والله هو انا من التخي الا باصدقاء الطفوله، لان الغريب قام لا يؤتمن سريرته. صح. ايه يجيك مغلم وبعدين تطلع شغل مبادئ. اتمنى لك موفقية استاذ، جزيل الشكر. الله يعزك. السلام عليكم استاذ. السلام عليكم. قلت لي هاي قديمه. قديمه هاي القهوه كلش، هي كان في مكان. شو اسمها هي القهوه؟ قهوه شنو؟ هاي قهوه حج منذر. حج منذر. الله يرحمه. الله يرحمه. هسه احفاده. احفاد حج منذر. ايوه لازم. ابن ابنه. ابنه. ايه. زين يعني بعدها الناس تجيها. طبعا اكيد. لا وين تروح لها؟ هي صارت الصبحيات، وين تروح؟ تطلع للشغل، بعدين ترجع وين؟ ترجع للقهوه، وبعدين العصريات وين تروح؟ تجي قبل القهوه، هاي الليل للدعاش، للدعاش ونص، 12، النوبات تجون الوحده. قاعد من القهوه. دومنه؟ ورق دومنا قاولي شاي كل شيء مسويه. شو سوينا؟ هاي تقضون وقت فراغ بيها. اي والله الحقيقه هاي مثل يقول راحتنا يعني. راحتكم. أيوة. العظميه بيها مساحات خضراء؟ والله بيها بس حدائق ضخمه. بيها بس والله بقول لك شب. يعني والله ما بيها لا ما بيها مثل قبل، يعني هسه مثل عندك هاي حديقه حج بصره. ايه لا حديقه البصره نحكي عليها، حديقه حج بصره. فخذها واحد من المنطقه الالعاب يطبقونها بفلوس، يلعبون طاوله بيها بفلوس، يلعبون يقعدون بيها عوالي يطبقون بفلوس، شنو هذا؟ وهي من وكذلك سولفوا يعني هالمنطقه قالوا حديقه النعمان كذلك. نفس الشيء كلها صارت تجاره صارت. اي صارت تجاره. وحديقه الجزر انا ايضا. فبالتالي انه المواطن اللي ما عنده ما يقدر يطب مجاني. اكيد والله اكيد يعني. وين يروحون العالم؟ هي العصريات، هي هاي العظميه. تدري شنو يعني؟ يعني اذا اقول لك اقدم منطقه من لا مو اقدم من مناطق بغداد القديمه يعني. مو هي قديمه يعني، منطقه كلش قديمه. يعني انا كنت اتذكر اني يقعدون بحديقه حج بصره اواهلنا واهلنا وجوارينا كل ما نقضى عشاها وغداها مو خلاص وراحوا يقعدون بيها يتمسون بالخضار. هسه لا ماكو حجها. ماكو. لا ماكو لغه حجها. كلها تجاره فلوس. العادات شلونها؟ العادات الحمد لله نفس هالمنطقه الحمد لله. نفس. يحترمون الصغير يحترمون الكبير، لازم هذا اكيد يعني. صح. ايه الحمد لله. وكنا ولد منطقه ومن مو غريب. العظميه ترى بابا ابن الخاله وابن الاخت. صح. وخالي وعمي نسيبي وعديني يعني فعلا. اي ما بيها غرام يعني. اكو تقدير عالي بين الجار وبين القرابه. اكيد شلون لا تبقى حق الجيره حق الزاد والبني طبعا اكيد لا شلون لا. اتمنى لك الموفقيه. شكرا لكم والعظميه الكرام. شكرا جزيلا. ها؟ قاعد اشرب شاي؟ سلمك. والله العظيم. احنا نريد نسولف عن القهوة. اسماعيل عادي هذا اسماعيل. وين الحاج اسماعيل؟ شرب شايات بابا، شرب شايات. يلا خليني اشوف الشاي، نشوف شايك حجي لو ما نشوف شايك حجينا. الله يساعدك. وين شايك؟ مو على الفحم مو؟ لا. ليش ما يحبونه على الفحم؟ ظلمة مو؟ ها؟ فحم يدينا. ليش؟ صدرنا مو زين وظل دخان. هذا شنو هذا حجي؟ هذا نص بيجي حتى بطل المال. هذا يصفون بيه؟
لا لا هذا مصفي. هذا مجرد يعني من الدير بي صفي. مصفي. إيه مصفي هذا مصفي. حركة حلوة. هذا مصفي. مصفي على طريقة حجي إسماعيل مو؟ حجي إسماعيل مخترع على مصفي بهاي الطريقة. شلون القهاوي؟ والله زين صارت هواية مو مثل قبل يعني. إيه. اليوم المواطن العراقي يحب القهوة القديمة البغدادية لو الحديثة اللي بيها حداثة. والله قسمه ورغبته. الكبار بعدهم على هاي القهوة. هو على هاي القهوة. ما يروحون على الجديد. الطرف يعني الطرف. بس القهوة عشات يحبون يعني صار جازينات عشات بالساحة في الإنترنت وعارضة كبيرة يقعدون. إيش عجب ما حدثتها لو أنت تريدها تبقى هيك؟ والله كان في غزه من زمان يعني بالستينات بس فشو اخذوا البيت من عندنا زين هاي العماره اللي فوقك تعال صور لي يا زين صور هاي المصفى مال الاهل العظميه انا قاعد اجيب جو احكي على هاي العماره اللي فوقك اي عماره تراثيه بيت تراثي بغدادي حلو مبين فارغ هذا ما حد فارغ مو هاي للسقف يعني على للسقوط وماكو اي خدمات لها ولا اي تعمير لها ولا اتمنى لك كل الخير والرزق حجي اسماعيل ويلا هسه اعطيني ابي ما يكمل التصوير هاي وكملنا نشرب شاي يلا هذا ما يسمح به وقت البرنامج كنا واياكم من مدينه السفينه في مدينه العظميه هذه الحاره البغداديه القديمه الجميله تحدثنا وياهم عن اللي تحتاج المدينة تحدثنا وياهم عن تاريخ السفينة تحدثنا وياهم عن أهم الحاجات الرئيسية اللي لابد أن توفر لهذه المدينة البغدادية اليوم نتحدث عن أي مفصل مهم يريد يتحدث به المواطن العراقي مايك مفتوح هذا المايك للمواطن العراقي يتكلم بما يريد ضمن الضوابط والمهنية الشاي المعظماوي شاي طيب فخلنا نشرب شاي العظمية وختامكم مسك إن شاء الله نلتقيكم في حلقة أخرى من إحدى مناطق بغداد في أمان الله دربك سيارة